مشاهدونا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وعيد وعودة عبر قناة الشروق الفضائية وعبر واحدة من الشخصيات السودانية المبدعة على سلم أغنية أنا أم درمان، كان حاضرا في مسرح الفن السوداني، وأيضا يعني أطرى الساحة السودانية الفنية بصوت شجي وبأعمال مختلفة وطروبة، خطى الكبار في الأعمال الفنية ونهج ذات المنهج في الأغنيات السودانية بأعماله الخاصة، ووقع على ذاكرة نوتة الفن السوداني، فكان عاطف السماني حضورا من خلال هذا العيد ومن خلال هذه الحلقة من هنا من منتجع فيرزاتشي السياحي بمدينة نبتة. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانت طيب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الشكر لك الأستاذة والأخوة منى على الفرصة الجميلة وعلى الإتاحة، الشكر لقناة الشروق، الشكر موصول لعيد وعودة، والتحية لكل المشاهدين والمستمعين، كل سنة طيبين وعام سعيد إن شاء الله. نتمنى إنه إن شاء الله نقدم سهرة جميلة مع بعض إن شاء الله، نتمنى وحنعيد مع بعض جدا إن شاء الله. أول أغنية نغني أغنية خاصة مرسل وصول، اللي هي كلمات الدكتور عبد العظيم أكول ومن الحان الأستاذ عماد يوسف. تعرف هوا علمني معنى الابتسام، يا ريت لو تعرف هوا خلاني أعرف كيف أريد وانظم من الصمت أفضل أحيب
ضايقاني ليه دربك هنا بتلاشى فيه عينيك وذوب لو مرة فرفق ليرا يا فرحة طلت في سماء يا غيمة أحلى مع السحاب يا ريدة تسري يا غيم الرحلة مع السحاب يا ريت تسري في دماء ما انت لي امل السنين في الدنيا تمسح تعرف هوا علمني معنى الابتسام يا ريت لو تعرف هوا الكلمة واللحن هما دوما وسط حب وجمال. كنا في هذه اللحظات مع هذا العمل الجميل من خلال عاطفة السماني مستمرين وفيض من الأغنيات بإذن الله تعالى. عيد وعودة على قناة الشروق الفضائية. أهلا ومرحبا بك مرة ثانية. سعيدين بهذه الإطلالة بالتأكيد. وخلينا مباشرة نذهب إلى النشأة والجذور ونمشي مدرمان والسرورة. وانت عمرك 10 سنة. كلمنا عن الفترة دي وعن المستقبل الفني بالنسبة لك وتأثير بعض الناس اللي دعموك في الفترة دي. والله يعني هي البداية طبعاً عادية برضو. يعني هو في الحلة ما بعرف جيران الأهل وكذا.
منطقة مبدة، في الحلة في مبدة، في سراب في منطقتنا برضو هناك يعني الريف الشمالي عموما. لكن هي البداية هو في المدارس، الجمعيات الأدبية وكذا. وعندنا جارنا برضو عمنا أحمد مبارك الأستاذ، طبعا هو زول معروف كذا، فكان بيدعمني من خلال الأغاني ومن خلال جنة الأطفال والبدايات وكذا برضو. إلى أن الواحد يعني قام طلع شريط البوم يعني بتاع نجوم الليل، منه الحمد لله يعني انتشر والناس سمعوه وكذا يعني. يعني أنت صعدت سلم المجد من خلال الأغنيات وأنا أم درمان، وكان عمرك 10 سنة. أيوة أنا أم درمان دي يعني بغنيها كنت في الابتدائي فعلا يعني في المدرسة وكذا يعني في الفسحة بتاعت الفطور الأستاذ يعني بيسوقني المكتب وكذا بيقوم بغنيها الطلب وكذا. طبعا بعد الاغنيه طوالي طبعا الفطور مجان. طبعا دي حياتك طوالي. جميله جدا تكون قاعد كده ومنتظر تعمل اداء معين بغض النظر عن نوع شنو، سواء كان ابداعي او كان حتى اكاديمي. أيوة. تجيك حاجه كده ملح. لا فالحمد لله يعني كنت يعني لاقي اشاده من الاساتذه من الطلبه. تفتكر انها كانت بدايه صحيحه؟ لا بدايه حقيقيه والله حقيقيه كانت بدايه وكانت كويسه جدا ليه، لانه يعني انا كنت حاسس بالصدق يعني في الناس يعني كان بيقول لك الكلام يعني. يعني دائما في العمر ده تختار اغنيه صعبه، السلم بتاعها صعب، حتى المواجهه بالنسبه للجمهور سواء كانوا طلاب او معلمين. انا بفتكر انه دي حاجه صعبه جدا، ودي من اولى يعني الاختبارات اللي بتخلي الواحد انه يكون قدر المسؤوليه. صح. ويكون معانا الان عاطف السماني. صح. عيد وعوده على قناه الشروق، هنسمع شيء. طيب نسمع اغنيه نغم صوتك اللي هي من كلمات الباشمهندس عبد العظيم عبد المطلب خالد، بحييه هنا في دولة كندا بحييه، وهي من ألحان على الدين اللمين. يعني أتمنى أنه برضه يعني إن شاء الله تنال إعجابكم. نعم. إن شاء الله. معاك كمان طوال
يفتح مسار بالضي أمل جوار. منك بيك بتتفتح مسار بالضي أمل جوار. وبين الزرات عيونك حيمة ودي كل مواني شجاع جمال عينك شمس ربيع تفج العتمة في جوار. معاك أشرق صباح فجري معاك ظلت غيوم في السماء. جمال عينك شمس ربيع تفج العتمة في جوار. معاك أشرق صباح فجري أقاسمك فرحة الدنيا مش وريت بتمشي معاك. أقاسمك فرحة زمن اتنين نتقاسم عمرنا الجاي. ونتحدى الزمن اتنين نتقاسم عمرنا الجاي. ونتحدى الزمن اتنين نتقاسم عمرنا الجاي. ونتحدى الزمن اتنين نتقاسم. موسم للتفاؤل وللتسامح وللفرح. نتمنى أن كل حياة كل السودانيين هي فيها فرح وفيها جمال وفيها تواصل. وقبل أنا يعني في البداية تكلمت عن أنه هو خطى الكبار وأعاد مجد الكبار، ولكن عمل تاريخ خاص وبصمة خاصة من خلال أغنياته بهذا التطريب اللي احنا تابعناه من خلال هذه الحلقة. مرحبا بك مرة ثانية. يديك العافية أخت منى ومشكورة جدا. تسلم. إن شاء الله إن شاء الله. هنمشي مباشرة ونخش في سؤال مباشر. لونك أحمر وصريح وواضح وما بين الكفر والوتر بنلقى هنالك يعني شهرة كبيرة جدا ومجال كبير جدا ما بين الكرة وما بين الفن، ولكنك اخترت الوتر. أيوة رغم حبك للكورة يعني. أيوة والله بحب الكورة فعلا، لكن ما زول اللعاب داك شديد كده دافوري في الحلة ساي كده يعني. ما لعبت في أي فريق؟ لا يعني ما يعني الروابط كده يعني ما مشيت قدام كده يعني، لكن كنت حريف يعني حقيقة يعني. أنا قايلة يعني حب الوتر غلب الكفر. لا هو الوتر فعلا، الوتر كان زايد شوية. نعم. فحبي للغونة يعني أكثر فعلا وكده، لأنه من بدري يعني ما في الـ في الـ في الكوره يعني. لكن لوني طبعا احمر زي ما قلتي، احمر وهاج. احمر وهاج يعني اشرف الحمد لله بانتمائي للمريخ طبعا، ده ما يمنع حبي للهلال ولكل الفرق السودانيه اكيد وللمنتخب السوداني ولكل الكوره في السودان، لكن الاحمر لا يعلى عليه. ايوه اكيد. ما خفت من الحاجه دي يعني؟ في كثير من النجوم المجتمع السوداني او من المشاهير او الفنانين دائما ما بظهروا اللون بتاعهم خصوصا في الكوره يعني.
الواحد بيفتكر انه ممكن يبعد من جمهور الهلال او من جمهور المريخ اذا اختار واحد من الاثنين، الحاجه دي ما خوفتك شوي؟ صح ايوه فعلا في ناس هي النقطه دي بالتحديد بتخاف منها، لكن ابدا يعني حبنا للمريخ يعني اتجاه برا، وحبنا كمان للهلال لكل الفرق السودانيه زي ما قلت لك برا، لكن فده بيبقى ميول قلبي يعني ما عنده دخل بال غنيت للمريخ حاجه والله ما غنيت له، لكن ان شاء الله هاي عندي النية اغني للمريخ ان شاء الله. نعم ان شاء الله ان شاء الله. انا بقول لك عوده مباركه يعني من خلال الاغنيات، عوده مباركه ايضا لقناه الشروق الفضائيه في هذا العيد السعيد، ونحن في منتجع فيرزاتشي السياحي بمدينه نبته ننقل لكم هذا الحدث الابداعي بالتاكيد. ويعني خلينا برضو نمشي مباشره لعودتك مجددا، بالتأكيد هنالك رصيد كبير جدا في هذه المساحة، أنا بقول إنك أنت كنت فيها بترتب في حاجة لجمهورك. كلمنا عن شنو اللي حصل في الفترة دي وأنت عملت شنو لجمهور عاطف السمعاني؟ والله المهمة يعني أنا موجود يعني بالحاجات وكده، وموجود من خلال الحفلات، من خلال الحاجات اللي بقدم فيها. إذا كان من يعني من 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 أي مكان يعني أي منبر فيه حاجة، أنا قاعد أحاول أقدم حاجاتي وكذا وأحاول أوصي في الحاجات يعني. يعني جهزت منتوج كويس في الفكرة؟ للحمد لله يعني المنتوج موجود. هو منتوج الخاص تقريباً. أي للحمد لله يعني الواحد دائماً في حالة بتاعت إنه يكون في إنه يغني غنى جديد وغنى خاص وكذا، على أساس إنه يكون يعني بشكل جديد دائماً يعني ما يكون ثابت على حاجة معينة كده. صحيح. طيب يعني في حتة مهمة جدا في التعامل مع الملحنين والتعامل مع الشعراء، بنجد في عدد من الفنانين دائما بيميلوا للونية محددة أو معينة أو شاعر معين أو ملحن معين، أنت وقفت في الحتة دي ولا حاولت تعمل تعدد للونية في اختياراتك وحتى في يعني كتاباتك برضو اللي أنت بتقدمها خلال الأغنيات؟ والله يعني هي الحقيقة طبعا يعني موجودة ومتداولة عندنا في السودان يعني الثنائية والغناء. عندي ثنائيات يعني مع بعض من الشعراء والملحنين يعني يعني ممكن أغني أغنيتين ثلاثة تكون ثنائية مع شاعر معين أو ملحن معين. ما عندي فيها مشكلة حقيقية. يعني لكن ما عادي يعني ممكن تكون كم من الاغاني مع ملحن واحد ملحن شاعر. واحد وشاعر واحد، لانه اكيد الاحساس بيكون مختلف. ما بتحيد يعني من انطلاقه الفنان يعني انه يشوف لونيات ثانيه، ولا انت بتفتكر انها هي ممكن تكون اضافه؟ والله ما فيها مشكله، لانه اساسا برضه في فنانين يعني الواحد بلحن براو يعني. صحيح. اذا اساسا يعني اللحن ممكن يكون زي ما بقولوا الحقيقه بتشبه الزول، ما هو في النهايه لازم انت ما يعني دي شخصيتك. صحيح. يعني حتى لو انا شيلت الاغنيه من الملحن الفلاني المعين يعني داخل شخصيتي وحتبقى هي المعروفه وحتبقى يعني واضحه وكده يعني حتكون بصمتك يعني. أي أي. حتى لو كان الفنان واحد او الملحن واحد او الشاعر واحد يعني واكيد هي حتكون منه حتكون مختلفه يعني يعني لحن ما حيكون نفس اللحن ذاته، حيكرر نفسه يعني. ما حيكرر نفسه يعني اكيد. لكن بيكون في بعض الملحنين والشعراء نفسهم يشتغلوا مع عاطف. والله هم زي ما بقولوا جماعة نعم. فيكون بعض الملحنين نفسهم يشتغلوا مثلا يا سلام أو بعض الشعراء يعني. أنا أكيد بتشرب بهم كثير وبفرح بهم يعني أي زول يعني يخط الحي الجميلة دي ده أكيد يعني ما إحنا كمان بنفرح بك وعايزين نفرح مرة ثانية عبر القطاع واللحن والكلمة جدا، وهذه الفرقة الموسيقية الجميلة الموجودة معنا من خلال عيد وعودة على قناة الشروق جدا. إحنا يلا نفرح دائما احنا يعني العرس السوداني يعني فيه الفرحه يعني وخاصه ايقاع الدلوكه وايقاع السيره وكذا يعني الفرحه بتكون بزياده يعني، واحنا في عيد وكذا يعني ندي سيره للناس وهي سيره للعريس وللعروس وكذا برضه فرحه يعني برضه يعني نعم. واضحة نحن نقدم يعني الفرح رغم الظروف يعني جدا ان شاء الله. يلا هي الاغنيه من كلمات اخونا الاستاذ الشاعر الشاب اكرم محمد المصطفى، ومن الحان برضو الشاعر الشاب ناصر عبد العزيز ليلة الزفاف. يا سلام. Thank you.
تحية وحب لكل متابعينا وكل مشاهدينا عبر هذه السهرة وهذه المؤانسة بالتأكيد
عاطف السماني موجود معنا من خلال هذه الحلقة. أهلا بكم مجددا. والحماسة في السودان دائما بتعبر عن الأفراح، وإحنا في كل أصقاع السودان بنتميز بالإيقاعات السودانية المختلفة. كل منطقة في السودان عندها فكرة، عندها رقصة، عندها إيقاع، وفي النهاية بتعبر عن الفرح. إحنا فرحنا شديد طبعا إن شاء الله، وما زال الفرح مستمر إن شاء الله دائما أيامنا فرح. حنمشي مباشرة ونتكلم عن عاطف السماني وأغنياته اللي بتتردد خارج السودان. يعني أنا عارف إنه في تشات عندك جمهور كبير جدا. والله الحمد لله، يعني الواحد حاول، يعني الواحد بيقول حاول إنه يعني ينشر في الأغنية السودانية يعني برا السودان. فالحمد لله يعني الواحد لقى القبول في دولة تشاد. أنا من هنا بحييهم، يعني بحيي الشعب التشادي في تفاعل كبير مع شعبنا. أيوة حقيقة أنا بحييهم كلهم، بقول لهم كل سنة طيبين وينعاد عليكم بالخير إن شاء الله. برضو يعني برضو راحي برضو يعني برضو مشى يعني نيجيريا مثلا النيجر، يعني كلها دي دول الواحد يعني الحمد لله مشى غنى فيها ولقى القبول منهم وكده. يعني دائما الواحد لما يغني في بلده وسط ناسه بيكون فرحان بجمهوره، لكن لما يسمع اغنياته برا وهي محبوبه بيفتكر انه مساحه النجاح بتكون جواه اكبر، يعني وحاسس انه هو عمل حاجه كويسه. فعلا اكيد انت يعني بتحس بانه يعني العمل بتاعك يعني وصل، يعني لانه طلع برا المنطقه بتاعتك. يعني مرسى تشاد وغير. ايوه من الدرمان مشى جمينا. ايوه فعلا فهذه حاجه كويسه، فعلا حاجه جميله جدا انه نقدر ننشر غنان وكده. فالحمد لله فده ماشيين الحمد لله. احنا بعين يعني ما في حاجه بتمنع انه الغنى بتاعنا انه ما ينتشر، لانه يعني الكلام جميل، اللحن جميل، التنفيذ الموسيقي، كل الاخوان والاخوات يعني الفنانين اللي بعده اداء جميل، اداء رائع. ف يعني ماده قيمه وماده يعني صحيح. مقبوله، انا متاكد من الحاجه دي. يعني الحته بتاعت سلمنا الخماسي وصعوبه السلم الخماسي، لا دي ما عندها اي مشكله، ما عندها علاقه باي حاجه، لانه الموسيقى دي ما احساس. يعني الموسيقى احساس، الايقاع احساس، الكلمات ما بعرف كلمات كمان عربيه برضو وكذا. فلا لا ابدا ما عندها مشكله، يعني زي ما نحن قاعدين نسمع الالوان الثانيه من كل البلدان وكذا. فحاجتنا احنا اكيد يعني جميله واجمل كمان، يعني انا باكد انها اجمل. هو جمال ظاهر حقيقي اكيد. أيوة ان شاء الله. نعم. الموضوع بس انه احنا يعني يكون الناس تاخذ الصيغه اكثر في الماده بتاعته وفي الشيء اللي بيتقدم، وانه احنا يعني حاجتنا فعلا هي يعني مكانه فوق. يعني صح، يعني احنا رغم سهولة الانتشار يعني عبر السوشيال ميديا والإعلام الحديث، لكن سعيدين بانتشارك، ولكن أنا بحس إنه إحنا لسه علينا كثير في إنه إحنا نقدم الأغنية السودانية. إحنا معروفين بأغاني معينة، وإحنا عندنا كلمات جميلة جدا، عندنا ألحان جميلة جدا طبعاً يعني أكيد. في الساحة السودانية طبعا أكيد أكيد. و قبل طبعا من قبل بتقول يعني ندعو للفرح وندعو للجمال للحي الجميل، يعني فدي دعوه ثانيه برضو ان احنا ندعو انه احنا حاجتنا نقدمها للعالم ده وبصيغه، وبانه الحاجه دي بجد هي بتستاهل وانها بتمش وكده. يعني دائما الاغنيات يعني دائما الاغنيات بتستصحب مثلا عروض استعراضيه، واحنا شفنا قبل شويه في الاغنيه الفائته او فيديو كليب. الحاجه دي بتشجع الاغنيه السودانيه، بتضيف للاغنيه عموما. يعني انا شايفاك انت مركز على الجانب الاستعراضي كمثال. يعني اكيد اكيد يعني الاستعراض بيقدم وبضيف للاغنيه يعني برضه، يعني ده اكيد ده طيب. اكيد ونحن يعني ايقاعاتنا المختلفه براها هي تقدم نفسها صحيح. الموسيقى المختلفه، الكلام المختلف، اللهجه المختلفه، دي كلها هي بتقدم نفسها بالاضافه للاستعراض اللي بتقدم من خلال سيرة، من خلال لقاعات الكثير اللي عندنا. نعم. دي كلها يعني هاي جميلة خالص. احنا حنقدم دعوة من جديد، عيد وعودة على قناة الشروق وعاطف. نعم. السماني ملك الطرب، خليكم معنا. انا اقدم مراكب طيفك اللي هي من كلمات اخونا وحبيبنا يوسف مراد،
وهي من ألحان الأستاذ الكبير الهادي الجبل. نعم إن شاء الله. طيفك ما لا قلبك
الشراع تسأل عن وتن زرتي مراس الذكرى مرات ضيفك ما لاقنت لاقيت بالصدفة مراكب طيب فارد شراع تسأل عن وتن زرتي مراس الذكرى مراكب ضيفك ما لاقنت كل الناس اللي انت بتجبرهم على انه يكونوا يعني انتزعوا هذا السمع الجميل والاعجاب الجميل من خلال هذه الكلمات وهذه الالحان. شكرا لك. في حته مهمه جدا احنا يعني يمكن في الفترات السابقه في السنين الفائته يعني لاحظنا انه في يعني منتوج فني ثوري كبير جدا من الفنانين وكان حدث يعني وطني مختلف لكل الفنانين بالمشاركات اللحنية والكتابية الجداريات كل الأشكال الفنون المختلفة في السودان يعني تعبيرا لهذا الحدث. نعم. طيب أول حاجة يعني الرحمة والمغفرة لشهداء الثورة ولشهداء الوطن. ربنا يعني يصبر ذويهم وأهلهم الرحمة لهم والمغفرة. الحمد لله يعني أنا بفتكر إنه أغلب الفنانين أو الناس الموسيقيين وكذا يعني طرقوا المجال الوطني بصورة وقدموا رسائل أيوة بصورة واضحة وبصورة جميلة وبصورة يعني مشرفة جدا جدا فده الطبيعي أصلا يعني صحيح. حب الوطن حب الناس حب البلد حب التراب وحب بلدنا وكذا يعني هذا شيء طبيعي. الرحمة والمغفرة لشهدانا ويعني نتمنى إنه إن شاء الله البلد تنعم يعني الفترة الجاية في خير وفي أمن واستقرار ورفاهية إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله تعالى وإنه إحنا يعني من خلال إعلامنا من خلال المنتوج الفني من خلال الرسائل المختلفة ممكن نقدمها لكل مواطني السودان يعني في كل بقعة خارج وداخل السودان. نعبر بإحساسنا الواحد يعني وحبنا الواحد لهذا الوطن الكبير يعني حتى لو كان من خلال الأغنيات حتى لو كان من خلال الفنون المختلفة. أشبك مرة تانية وخلينا نقيف في عاطفة السماني تحديدا والتغيير اللي طر على عاطفة السماني في أشياء كثيرة يعني في تقديمه للأغنيات بلونية جديدة في اللوك في الشكل يعني ظهرت بظهور جميل جدا يمكن وأكيد أضاف لك والله يعني خصوصاً اللوك يعني اللوك أي ممكن الشعر ده كده طبعاً سألت السؤال ده صح؟ أنا ما سألت قبل يعني ما هو يعني عشان ظاهره كده يعني مش كده والله يعني ما أعرف يعني جات برا كده بس ما كنت قاصد انه اعمل لوك او يكون كده يعني الموضوع ما فيه. انا بتذكر الفتره بتاعت الكورونا اللي كانت مر على العالم كله ايوه القفله نعم ففي القفله دي الناس ما قاعد تمشي للحلاق ما قاعد تمشي للحاجات ف يعني الواحد قاعد يعني في البيت وفي المشاوير البسيطه القريبه فانا ربيت الشعر يعني في اللحظه دي من الزمن ذاك يعني يلا لكن نتفق ان الانسان يعمل لوك يعني كل فتره والله هي نوع من التجديد يعني هي بالنسبه لمجالنا الفني نحن بالتحديد والمجال الاعلامي برضه طبعا وكذا يعني اللوك والهنايه طبعا حاجه مهمه جدا صح كذا يعني لانه المشهد البصري ده دائما بيحب أيوة التجديد أكيد أي لانه يعني الموضوع ما سمعي وبصري زي ما قلت ما سمعي بس يعني في بصري خاشي فاكيد حاجه كويسه يعني اضافه بالتاكيد فهو يعني جميل ولا رايك؟ ما شاء الله تبارك الله شكرا شكرا هنتواصل بالتاكيد في هذه السهره وحنسمع يعني عمل جديد بالتاكيد جدا هنقدمه عبر هذه الفتره عيد وعوده على قناه الشروق جدا نقدم زول بسيط هي من كلمات الاستاذ الرائع عبد العال السيد وهي يعني من الحاني
ان شاء الله هي تنال اعجاب الناس ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. لا هم مصير زور بسيط لا هم مجاه لا هم مصير Thank you.
زور بسيط لا همه ياه لا همه سيط إنسان بسيط لا همه ياه لا همه سيط بإيقاع العفو والتسامح مشاهدينا الكرام، هذه الإيقاعات المختلفة اللي بتجمعنا اليوم عبر إيقاع العودة والمشاركة من خلال هذه السهرة مع الفنان عاطف السماني. التحديات كبيرة جدا ومنتظرين كثير جدا، فبالتأكيد في تحدي حيواجهك ولأنه جمهورك منتظرك. إحنا حرسنا الرسائل في بريد المحبين وفي بريد المتابعين لعاطف السماني. أول حاجة والله يعني أنا يعني بقول لكل المعجبين لأي زول بيسمع عاطف وكذا، بقول لهم كل سنة طيبين، مشكورين جدا. أنا طبعا مسميه ولا الجمهور الوفي، صحيح الجمهور الوفي يعني لأنه واقف معي طوال يعني ما انساني يعني. فأنا طوالي ذاتي في حالة بتاعت استذكار معهم بذكرهم طوالي كبير. والتحدي ان شاء الله احنا قدر يعني باذن حتى الله. حتى وعدوا الجمهور والله يعني، بس ان شاء الله بشيء جديد يعني، بس دائما بالجديد وانه نكون متواجدين ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق الله. ان شاء الله احنا يعني عندنا عمل قادم، ايقاع جميل جدا هنستمع له من خلالك، وحنهدي لكل الساده المشاهدين عبر عيد وعوده على قناه الشروق واحد من الاعمال المسموعه، وحيقدمها لنا عاطف السماني. مرحبا بك. جدا حاضر. طبعا اغنيه يا سهاره الاستاذ بشير عباس، الفنان الكبير محمد حسنين. نعم 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 ان شاء الله تنال ان شاء الله. تفضل. يا نجي
شكرا على هذا الجمال وعلى هذه المتابعة مشاهدينا الكرام، وإحنا في ختام هذه السهرة عيد وعودة على قناة الشروق عبر الفنان الجميل عاطف السماني، وهذه الجرأة المتميزة في هذا الأداء وهذه القوة بذات البدايات اللي قدم بها نفسه من خلال الأغنيات، سواء كانت عبر إعادة مجد الكبار أو الأعمال الخاصة اللي قدمها لنا من خلال حلقة اليوم. سعيدين جدا بمتابعتكم لنا، وشكرا لكل مشاهدينا على قناة الشروق الفضائية اللي تابعونا من خلال هذه السهرة، وشكرا أيضا لأسرة منتجع فيرساتشي السياحي بمدينة نبتة، شكرا كذلك للفرقة الموسيقية الجميلة اللي شرفتنا اليوم من خلال هذه الألحان ومن هذه الآلات والصولات والجولات اللي تابعناها من خلال هذه السهرة. كل سنة وانتم طيبين. الفريق العامل الكاس الموجود خلف الكواليس، تحية وتقدير واحترام وكل مشاهدينا وضيفنا اليوم، وكل سنة وانتم طيبين، وخليكم متواصلين عبر قناة الشروق الفضائية. شكرا للمتابعة وفي أمان الله. والختام عاطف السماني. أنا بشكر جدا، الشكر موصول للفرقة، بحييهم فردا بشكرهم جدا، الشكر لقناة الشروق، كل الكاست معانا، شكرا لك أستاذة منى، تحية لكل الشعب السوداني داخل السودان وخارج السودان، بقول لهم كل سنة طيبين وعام سعيد إن شاء الله، وربنا يحقق أمان الجميع. نختم بأغنية الفرهيدة إيقاع المردوم، هي من كلمات وليد فضيلي ومن ألحان أخونا المليح يعقوب المليح، فأتمنى إنه إن شاء الله تنال رضاكم برضو إن شاء الله. Cinema, cinema.
وانا زي الصيدة منى يزور الهيدا جميلة دي في الهيدا وكل زمن ¡Suscríbete al canal!